أهم شيء في هذا الرجل هو أنه صاحب قناة عنده رسالة سياسية. البرنامج هذا كله يتمثل في الرسالة السياسية التي يحملها ومؤمن بها وصادق فيها. هذه المسألة مهمة جدا. اللي عنده 40 سنة هو يناظر ويخدم الخير بإمكانات بسيطة وبإمكاناته الخاصة، هذا لما يكون رئيس جمهورية هذا ما عندوش حد في الإنجاز، لا حد له في الإنجاز. في كثير من التصريحات قال أنا لما نكون في هذا المنصب ما نجح نجيب غير العناصر تحرك المجتمع السلمي وربما حرك الله، أنا نجيب الجزائري والمواصفة اللي تكون في الجزائر هو أن يكون له الولد الجزائر، الولد الوطن والكفاءة. أبناء مدرسة الوسطية والاعتدال وأبناء حركة المجتمع السلمي وحركة النهضة عندهم الكفاءة وعارفين الدولة وعارفين أولويات الدولة وعارفين انشغالات المواطنين. إذن البرنامج فيه مرتكزات أساسية ومترابطة بعضها البعض. إذا البرنامج صاحب البرنامج عنده قناعة يمشي بهذه الخطوط المتوازنة. قلنا المحور الأول متعلق بالدولة وتقوية مؤسسات الدولة والمحافظة على المكتسبات السيادة والاستقلال. احنا قلنا لازم الجزائر تكون دولة صاعدة. كيف تكون دولة صاعدة؟ لما نحدوا النموذج الاقتصادي ونعالجوا هذه الإشكالات والاختلالات نروح إلى تحديد أرقام معينة. لازم الناتج الداخلي خام ب 450 مليار دولار. إذا حبينا نخرج من هذه الوضعية هذه الهشة لازم ندخل. نريد أن تبقى هذه الطبقة المتوسطة لتحافظ على النسيج الاجتماعي وكذلك تحافظ على الاستقرار المجتمعي وتكون هي المحرك الاقتصادي الوطني، لأنه في الدول من هنا وهناك هذه الطبقة الوسطى حتى إذا ما عندهاش يحركوها بتحرك العجلة تاع التنمية الاقتصادية.